تعد مشكلة الإدمان بوجه عام وتعاطي المخدرات بوجه خاص واحدة من أخطر المشكلات الاجتماعية التي تواجه المجتمعات، وبما أن الإدمان يسبب الكثير من المشكلات مما يحمل الدول المبالغ الطائلة للعلاج والمكافحة، تحتم على الباحثين والعلماء في جميع الميادين البحث والعمل الدؤوب في إيجاد حل لتلك المشكلة وغيرها التي تؤدي إلى انهيار المجتمع. إن الوقوع في فخ المخدرات يمثل أحد العوامل التي تفسر منشأ سلوك المتعاطي، مثل وجود أصدقاء أو أقارب يتعاطون المخدر، ومدخنو السجائر أكثر تعرضاً لتلك الهاوية السوداء. وانتهت بحوث الوراثة إلى ترجيح وجود عوامل وراثية تجعل بعض الأفراد على استعداد فطري للانزلاق إلى الإدمان إذا ما توفرت حولهم ظروف بعينها. ويعد العامل النفسي أهم العوامل المهيئة لتعاطي المخدرات، إذ يقدم معظم المتعاطين على هذه التجربة نتيجة لعجزهم عن التوافق النفسي، والذي يبدو في مظاهر متعددة، منها ضعف الشخصية والعجز عن الاستقلالية والميل إلى السلبية وفقدان العلاقات الاجتماعية اللازمة لإقامة علاقات ناجحة مع الآخرين، ومنها كذلك الإصابة بمرض نفسي أو عقلي ومواجهة خبرات الفشل العاطفي أو الدراسي. ويعتاد المتعاطي تناول المادة المخدرة نظرا لما تسببه هذه المادة من آثار نفسية سارة بصورة مؤقتة أو مخفضة للتوتر النفسي أو الألم الجسمي. وتؤكد الدراسات على أنه مجرد توافر المادة المخدرة ينتشر الإقدام عليها. وتشير الأبحاث إلى أن أخطر أسباب الإدمان هو محاولة تجربة المواد المخدرة، وهي منتشرة في أعمار ومستويات تعليمية وثقافية مختلفة. بعض الشباب أن تجربة جميع الأشياء واجبة ولا يهتم إن كانت ضارة أو نافعة، فكل ما يشغل تفكيره هو أن يفتح لنفسه مجالا للحرية الزائفة التي تؤدي نهاية طريقها إلى الدمار. وليس دمار هذا الشاب فقط، بل دمار أسرة بأكملها.